احنا كدولة هندبر التمويل وهنساعد بكل اللوجستيات الممكنة، وانتوا شطارتكم قدرتوا تخلصوا في 2 3 سنين، هندبر كل حاجة في هذه المدة على قد ما هتقدروا تنفذوا، على قد ما احنا هنقدر نستهدف ان احنا نخلص هذه الخطة بأسرع وقت ممكن ان شاء الله. انا عشان بس ما نقولش كلام مرسل، احنا محددين كل مشروع هيتعمل فين. 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الست مراكز اللي بيمثلوا المحافظة، رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد والحسنة ونخل، كل قطاع منهم أو مركز المشاريع اللي هتبقى موجودة فيه إيه. المشاريع دي كلها والبرامج هتستهدف 3 حاجات رئيسية: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، إن إحنا نأسس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة تستهدف جذب استثمارات كبيرة لهذه المنطقة الواعدة، وتهيئة إزاي البيئة الجاذبة للاستثمار.